أولا يعني التمهيد كان من الطرفين، ولكن اليوم هو اللقاء هو انتصار عظيم، انتصار استراتيجي لما للكل للكلمة من معنى. حقيقة بهذه المناسبة العظيمة الشكر أولا لله تبارك وتعالى على هذا النصر المؤزر. الشكر الثاني هو للقيادة السورية المتمثلة بسيادة الرئيس بشار الأسد والجيش والأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري. الشكر للجمهورية الإسلامية التي رعت ودعمت واهتمت بدير الزور وساعدتها على الصمود. الشكر لروسيا قيادة وجيشا لدعمها أبطال دير الزور. الشكر الخاص لسماحة الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله على دعمه واهتمامه ومتابعته الدقيقة وتواصله الدائم لنا وإصراره على أن نبذل المهج وكل ما نملك من أجل حماية دير الزور. الشكر وكل الشكر لأهالي دير الزور